يمكنك تحميل هذا المقال الصوتي والمزيد عبر تطبيق أوديولابي. حمله الآن عبر جوجل بلاي وقريبا عبر الأب ستار. مرحبا بكم أيها الرائعون. الأمريكي بوب بارسنز كان جندي مشاة البحرية الأمريكية وحارب في فيتنام وحصل على ميداليات، وبعد عودته لبلده رجع لمقاعد الدراسة في الجامعة وحصل على شهادة في المحاسبة. ثم بدأ في عام 1984 شركة برمجية في قبو بيته بعدما علم نفسه بنفسه كيف يكتب برامج الكمبيوتر. وكما قد تتوقع بدأ بتصميم برامج مالية ومحاسبية وضريبية وغيرها، ثم باع شركته هذه في عام 1994 مقابل 64 مليون دولار. كانت شركته يوم باعها يعمل فيها 1000 موظف وتبيع 100 تطبيق وتخدم 3 مليون عميل وتدر عوائد إجمالية سنوية قدرها 100 مليون دولار. لم يخلد للراحة بعدها، بل أسس شركة أخرى اسمها جوماكس في عام 1997، ثم عدل هذا الاسم إلى جودادي في عام 1999 لتصبح هذه شركة كبيرة في مجال الاستضافة وحجز نطاقات الإنترنت. لهذا الرجل نصائح كثيرة سنعرضها لكم اليوم. أولاً، أخرج من منطقة الراحة الخاصة بك وابقى خارجها. تقريباً لا شيء ذو أهمية يحدث عندما نمكث في منطقة الراحة والأمان الخاصة بنا. أسمع كثيراً من الناس يقولون أنا قلق بشأن الأمان، وردي على ذلك هو بسيط، الأمان هو للجثث الميتة. ثانياً، لا تيأس أبداً، لا شيء تقريباً يعمل من المحاولة الأولى. ليس معنى أن ما تفعله الآن لا يبدو مجزياً أنه لن ينجح أبداً، بل معناه أنه قد لا ينجح بالطريقة التي تفعله بها الآن. إذا كان الأمر سهلاً لقام الجميع به، ولما كان لديك فرصة لتنافس. ثالثاً، عندما تكون مستعداً للاستسلام اعلم أنك اقتربت كثيراً من النجاح. الحكمة الصينية التي أحبها وأرى أنها صادقة تقول: إغراء الاستسلام يكون أكبر ما يكون عندما تكون قاب قوسين أو أدنى من النجاح. رابعاً، مهما كان الشيء الذي يقلقك لا تقبل أسوأ احتمال يمكن أن يحدث وحسب، بل احرص على تحديد هذا الشيء الكارثي الذي قد يحدث. نادراً جداً ما يتحقق أسوأ احتمال تتخيله، فنحن نميل لتوقع الويل والثبور وعظائم الأمور، لكنها لا تحدث فعلياً. والدي كان كثيراً ما يردد على مسامعي نصيحته حين كنت أجاهد وأثابر وأكافح وأناضل كي أبيع منتجات شركة التقنية: حسناً يا روبرت، إذا فشل الأمر فلن يأكلوك. خامساً، التركيز على ما تريده أن يحدث. تذكر المثل القديم: ما تفكر فيه ستكون عليه. سادساً، خذ الأمور رويداً رويداً. بغض النظر عن مدى صعوبة الوضع الحالي، يمكنك تخطي الصعاب بأن لا تنظر للمستقبل البعيد جداً وبأن تركز على اللحظة الراهنة. يمكنك تخطي الكثير في اليوم الواحد، الواحدة تلو الآخر، رويداً رويداً. سابعاً، تحرك دائماً إلى الأمام. لا تتوقف أبداً عن الاستثمار، لا تتوقف أبداً عن تطوير نفسك، لا تتوقف عن فعل شيء جديد. في اللحظة التي تقف فيها عن تطوير شركتك ستبدأ شركتك في الموت. اجعل هدفك أن يكون كل يوم أفضل من سابقه، وأن تعمل على تحسين كل شيء ولو بقدر يسير وبخطوات صغيرة. تذكر مفهوم كايزن الياباني: التحسينات صغيرة اليومية تؤدي في النهاية إلى نتائج عظيمة. ثامناً، اتخذ القرار بسرعة. تذكر ما قاله الجنرال جورج باتون: خطة جيدة تنفذها اليوم بعنف أفضل من خطة كاملة متقنة تنفذها غدا. تاسعاً، قياس كل شيء له أهمية. أي شيء تقيسه وتراقبه يمكن تحسينه وتطويره. عاشراً، أي شيء لا تديره يتدهور. إذا أردت الكشف عن المشاكل التي لا تعرف عنها شيئاً، اقتطع دقائق قليلة من يومك وانظر عن كثب في المناطق التي لم تختبرها لفترة من الوقت. أنا أضمن لك أن المشاكل ستكون هناك.
11 اهتم بمنافسيك لكن اهتم أكثر بما تفعله. عندما تنظر إلى منافسيك تذكر أن كل شيء يبدو مثاليا من بعيد. من الفضاء تبدو الأرض وكأنها كوكب آمن وجميل وخالي من المشاكل. 12 لا تدع أحدا يتنمر عليك. في مجتمعنا ومع قوانيننا لديك نفس الحق تماما كما لدى أي شخص آخر، شريطة أن يكون ما تفعلونه قانونيا. 13 لا تتوقع أن الحياة عادلة. الحياة ليست عادلة، أنت من يصنع فرصته في هذه الدنيا. 14 قم بحل مشاكلك. حين تصل إلى طريقتك الخاصة لحل مشاكلك ستصل كذلك إلى الصفة التنافسية التي تميزك عن غيرك. لدى الياباني ماسورا إيبوكا المؤسس المشارك لشركة سوني مقولة حكيمة موجزها: أنت لا تنجح في الأعمال أو التجارة أو التكنولوجيا أو أي شيء آخر من خلال تقليد الآخرين. 15 هون عن نفسك. في كثير من الأحيان يرجع سبب نجاح نصف ما ننجزه على الأقل إلى القدر وإلى تصريف الله جل وعلا للأمور بطريقته الحكيمة. لا أحد منا يسيطر على حياته ولو بنصف ما يظن أنه يفعل. 16 هناك دائما سبب للابتسام. بعد كل شيء أنت محظوظ حقا لمجرد أنك حي. الحياة قصيرة. أنا أتفق مع مقولة أخي الصغير التي يرددها علي كثيرا: نحن لسنا هنا لفترة طويلة، نحن هنا لفترة جيدة. وهنا حيث انتهى الكلام، أي نصيحة تركت أكبر الأثر في نفسك؟ يمكنك حاليا الانضمام لدورة التعليق الصوتي مع مروان بن حفصية عبر منصة يوديمي. تعلم من المنزل وابدأ في استثمار صوتك. اكتشف المزيد عبر الرابط في صندوق الوصف. استمع أيضا عبر قناتي أوديولابي ولا تنسى الإعجاب والاشتراك. إلى اللقاء.